تسلمت فرنسا رسميا صلاح عبد السلام المشتبى به الرئيسي في اعتداءات باريس. صلاح عبد السلام مثول اليوم أمام قاضي فرنسي الذي وجه له تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع إرهابي والانتماء إلى عصابة أشرار. محامي صلاح عبد السلام فرانك بيرتون يقول: من المهم معرفة أنه يريد أن يشرح لنا أكثر. اليوم نحن في بداية التحقيق والعملية القضائية. إنه المثول الأول له، ولقد علم بالاتهامات التي وجهت له وسيبقى قيد الاعتقال. نسخة من الملف قدمت لي لنبدأ العمل، وبعدها يتم الاستماع إلينا من قبل القضاة. صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من المجموعة التي قتلت 130 شخصاً خلال اعتداءات باريس في 13 من تشرين الثاني نوفمبر، سيبقى معتقلاً في سجن فلوري ميروجيس الذي يبعد بحوالي 30 كيلومتراً عن جنوب باريس.